أنا شاب زي أي شاب، اسمي كريم وكان سني تقريبا 22 سنة. والدي توفى من 4 أشهر أو 5 أشهر ومليش غير أمي وأختي في الدنيا كلها. وطبعا بعد ما والدي توفى انضريت أن أدور على الشغل غصب عني عشان أساعد بيه والدتي وأختي الصغيرة وكمان الجامعة بتاعتي، لأن أنا كان فاضل لي سنة واحدة بس وخلص الكلية خالص. وساعتها دورت على شغل كتير جدا لكن ملقتش أي شغل خالص. حظي ما كانش حلو في الشغل بصراحة، قعدت ادور شمال ويمين لكن ما لقيتش برضه، لحد ما في يوم من الايام جه عم محمد وقال لنا ان احنا محتاجين واحد في الشغل بتاعنا. وعاوز اقول لكم بالمناسبة عم محمد دوت الشغل بتاعه كان في المشرحة. ساعتها انا جبت الكرسي بتاعي ورحت عند عم محمد وقعدت جنبه وقلت له يا عم محمد احكي لي على التفاصيل كلها. بصراحة الراجل كان بيرد عليا بكل ذوق جدا عن المرتب وعن الوالديات وعن هشتغل الساعة كام للساعة كام. قلت له ساعتها يا عم محمد انا محتاج الشغل دوت قوي. لقيته غير وشي وقال لي ايه لا 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 يا ابني، انت لسه صغير وعلى فكرة انت مش هتستحمل الشغل ده خالص، ده كمان الشغل هيكون تقيل عليك جدا. انا اسمعها من راجل كبير وقد ابوك اقول لك بلاش بلاش الشغلانه ديت، وانا هدور لك على شغل تاني غير الشغلانه دي خالص. يا عم محمد خلاه على الله، خلاص انا محتاج الشغل دوت، وانت عارف الظروف بتاعتي اللي انا كنت بعتمد عليه خلاص مات، واختي وامي عاوز حد يصرف عليهم، فسيبها على الله يا عم محمد، سيبها على الله ويلا. اتفق لي بس مع صاحب الشغل يا محمد وانا جاهز من بكرة، وان شاء الله يبقى فتحة خير عليا. خلاص يا ابني خلاص، انا عارف الظروف اللي انت فيها، لكن قد ما انت مصمم ربنا يعينك. وفعلا تاني يوم على طول رحت المشرحة وقابلت هناك عم محمد. قلت له يا محمد هاي انا هشتغل يا محمد. وصيت الناس اللي هنا ليك يا كريم، وعلى فكرة شغلتك هتكون بسيطة، لما الدكاترة يخلصوا التشريح الجثة وياخدوا الأعضاء اللي فيها انت مهمتك انك انت تشيل الجثة تاني وتحطها في التلاجة، وبعد كده تنظف مكان الجثة، الدم اللي فيها كلها تنظفه وتنظف دم المكان كله، ما تخليش اي اثر نقطة دم. بصراحة أنا كنت خايف جدا لأن ده كان أول يوم، لكن قلت يلا مع مرور الوقت كل حاجة إن شاء الله هتبقى كويسة. أنا الوردية بتاعتي كمان كانت بالنهار ما كانتش بالليل، وأنا بصراحة كنت عاوز الوردية بتاعتي بالليل عشان زي ما أنتم عارفين أنا في الجامعة بتاعتي وكمان في آخر سنة، بس قلت أسبوع ولا اتنين وإن شاء الله الوردية بتاعتي هتنقل بالليل. وزي ما أنتم عارفين اتقبل الاول وان شاء الله الدنيا بعد كده هتسيد زي ما انا عايز. وعدى اسبوع وعدى التاني وطلبت طلب ان انا انقل الوالديه بتاعتي بالليل، وفعلا نفذت الطلب بتاعي. المكان بالليل من زي ما انتوا فاهمين ما كانش خوف قوي، عشان زي ما انتوا عارفين مش انا لوحدي في المكان، لا ده كان في ناس كتير جدا كانت في المكان برضه، لكن انا في نفس الوقت مش هكذب عليكم لان بعد العشاء وبعد المغرب الناس بقى ابتدت تخف واحده 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 واحده، بس انا كنت فرحان جدا لان كل اللي هممني ان اقدر اوفق بين الشغل وبين الدراسه زي ما انتم ما فاهمين. وفي يوم من الايام قالوا لي ان في جثه جايه من بره من على الطريق، وعلى فكره دي اول جثه انا هحضرها بالليل لان انا ما كنتش شفت جثه بالليل خالص. الدكتور ساعتها طلب مني انا وزميلي نجهز عشان الجثه جايه. طبعا انا سبت زميلي بره وانا دخلت جوه في المستشفى احضر طبعا مكان الجثه عشان كل حاجه تكون جاهزه، لكن وانا بحضر المكان اللي هحطه في الجثه لقيت فجأة مره واحده النور قطع. انا قلت عادي يعني ما فيهاش حاجه، لكن لما النور قطع وجي تاني لقيت ورايا على طول راجل كان وشه محروق كله. الملامح بتاعته انا مش هقدر اوصفها لكم بالظبط، ولكن
الشعر بتاعه الابيض بيقول ان هو كبير، ان هو راجل عدى 70 سنة كمان. ده غير ان الراجل دوت الحرقان ما كانش في وشه بس، ما كانش وشه المحروق بس، لا ده كان نصف جسمه الشمال محروق كله وما فيهوش جلد، لا اللحم كله اللي باين اللي في جسمه الشمال. انا ساعتها اتخضيت جدا، وعلى فكرة الرجل كان بيتحرك وعايش وانا كنت مصدوم، وقلت الرجل انت مين يا عم، انت مين يا عم، وايه اللي جابك هنا، وايه اللي دخلك هنا، ودخلت هنا ازاي؟ الرجل وانا بتكلم كأن انا بكلم نفسي، لكن عامل حاجة غريبة جدا، فتح بقه، وهو فتح بقه لقيت كمية دخان طالعة كأن زي الحريق بالظبط، كمية دخان طالعة غريبة جدا. ساعتها الدخان جه عليا ومسافة مكحيت بس في الأرض، وبص تاني للراجل لقيت الراجل اختفى، اختفى مرة واحدة، معرفش اختفى ازاي ولا راح فين. انا بيني وبينكم خفت جامد، وقعدت في صدمة لمدة 2 أو 3 دقايق كده وانا بقول هو ده حقيقة ولا خيال، اللي حصل دوت يعني ايه اللي انا شفت دوت حقيقة. لكن بعدها مفيش بدقيقة بالظبط لقيت صوت عربية الاسعاف دخل عليا، وصوت الدكتور فوقني وهو بيقول يلا يلا دخلنا الجثة بسرعة عشان نخلص بدري، يلا 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 يا كريم، ايدك معانا يا عم كريم وانت مالك كده، ايدك معانا يلا. حضر يا دكتور. حاضر حاضر. ساعتها دخلت مع زميلي وساعدته بالترولي لأوضة التشريح، ايوه دخلنا الجثة في أوضة التشريح. وساعتها الدكتور قال حاجة غريبة جدا، قال لي يا كريم انت اللي هتساعدني النهاردة في التشريح بتاع الجثة ديت. انا بيني وبينكم اتخضيت، وشي بقى اصفر بقى عامل زي الليمونه بالظبط، لاني اول مره هساعد حد في التشريح، لاني زي ما انتم عارفين انا شغلانتي كلها ان احط الجثه وانضف الدم بس، انما اشرح جثه او اساعد حد في جثه فدي بصراحه حاجه غريبه جدا عليا، لكن هعمل ايه غصب عني، انتم عارفين مفيش الشغلانه ديت. انتوا عارفين طبعا في مستشفيات الجثة لما تخش فيها بيبقى محطوطة في كيس، والكيس دوت ملفوف في سوستة. انا ساعتها الدكتور لما فتح الكيس دوت وفتح السوستة عشان يشوف الجثة، انا وشي اتقلب 180 درجة، وشي الاصفر دوت انسحب منه الدم خالص، لاني لقيت نفس الراجل اللي انا شفته من 5 دقايق اللي كان وشه محروق كله، لقيت هو في نفس الملامح، هو اللي كان الجثة. انا ساعتها خدت خطوتين لورا وقعدت في الارض، وانا كنت خايف جدا، ضميت ايدي على وشي على طول لان انا ما كنتش مصدق وكنت مصدوم. ساعتها الدكتور قال لي ملك يا كريم ما تخافش، انا اللي هعمل كل حاجه في الجثه، يا دوبك انت هتناول الادوات بس، ما تخافش يا كريم، تعالى تعالى. والدكتور طبعا مش فاهم اي حاجه، وانا عاوز اقول للدكتور انت مش فاهم، انت مش فاهم اي حاجه، انا عايز اقول له ان الراجل دوت انا لسه شايفه بس من 5 دقايق، لكن مش عارف ايه اللي كان في لساني كان مربوط ربطه كان حد ماسك لساني ومش عاوز ينطق خالص، مش عارف لساني ساعتها كان ماله. ما يلا يا ابني بقى قوم من مكانك عشان نخلص بدري بدري، يلا يا كريم يلا. انا بصراحة جيت اقوم من المكان بتاعي لقيت رجولي كمان مش عايزة تقوم، كأن رجولي اتشلت بالظبط، مش عارف بقى اتشلت من الخوف اتشلت من الصدمة، بس انا مش قادر اقوم ولا عارف اقوم من مطرحي ولا عارف اقوم من مكاني اصلا. بصراحة الدكتور كمان كان كريم معايا، شافني حالتي كده رد عليا وقال لي لا لا يا كريم انت كفاية عليك كده النهاردة، انت تروح انت صاحبك اللي بره يجي يشتغل مكانك الشغلانة ديت، وكفاية عليك انت كده النهاردة، يلا يا كريم بقى روح انت صاحبك لان انا كده هتأخر وحيس اصلا ما بدأناش في الشغلانة، يلا يا كريم يلا. ح ح حاضر ح ح حاضر حاضر يا دكتور حاضر. ولسه هطلع بره عشان انده لزميلي، لقيت فجأة مرة واحدة النور قطع تاني.
بس ساعتها لما النور قطع طول، يعني مش زي المرة اللي فاتت قطع وجع على طول، لأ المرة دي طول. ساعتها الدكتور قال لي يا كريم روح شغل المولد في البدرون. يا كريم يا كريم يا ابني يا كريم رد عليا. وده كريم يا انا. ايه 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 يا دكتور؟ في ايه؟ في ايه يا دكتور؟ معلش ما خدتش بالي. معلش معلش يا ابني. روح يا ابني شغل المولد في البدروم تحت، اجري يلا. وانده صاحبك يكمل الشغل مكانك انت، عشان النهارده انت تعبان تعبان جامد على فكرة. يلا يلا يا كريم بسرعة كده. بيني وبينكم انا كنت خايف جدا، لكن جبت نور الموبايل وشغلته. ايوه شغلته عشان اشغل النور من البدروم تحت. انا رجلي كنت اقدمها خطوة واخرها خطوة، اقدمها خطوة واخرها خطوة، لكن حصل حاجة غريبة جدا. لقيت نور التليفون اطفى مرة واحدة، مع ان الشاحن كان 80%، لكن ما اطفاش خالص. لا اطفى وجي بعد 10 ثواني او 20 ثانية. لكن اول ما جه النور بتاع الموبايل لقيت الراجل الجثة واقف قدامي، بيني وبينه 5 سنتي بالظبط. ايوه لقيت نفس الراجل واقف بريحة الدخان باللحم بتاعه اللي محروق، ولقيت عمال يطلع لسانه في وشي، وانا مش عارف اصرخ، مش عارف اصرخ خالص، مش عارف انده لصاحبي ولا عارف انده للدكتور خالص. وفجأة مرة واحدة بعدها بثواني بالظبط لقيت الراجل دوت دخل في الحيطة واختفى. انا فضلت في صدمة في دقيقتين، في دقيقتين بالظبط. ساعتها انا ما شغلتش المورد، انا جريت برا على طول. لكن اول ما وصلت للدكتور حتى ما سلمتش عليه، لقيت النور جه، النور جه فجأة مرة واحدة، لكن انا ما استنيتش في المستشفى، لا انا جريت برا المستشفى على طول. كان ساعتها قدام المستشفى كان في قهوة بلدي. أيوة كان في قهوة بلدي. ساعتها قعدت فيها، قعدت وأنا ضربات قلبي عمالة تزيد شوية بشوية شوية بشوية، وأنا عمال أفكر إيه اللي أنا شفته دوت، حقيقة ولا خيال، حقيقة ولا خيال. وأنا بيني وبينكم ساعتها ما قدرتش أمشي لحد البيت، استنيت قعدت في القهوة لحد ما النهار يطلع وهديت. بعد كده روحت البيت. اول ما رحت في البيت وانا بفكر قلت لازم اجيب بيانات الراجل دوت، اشوف الراجل ده مين ولا اصله ايه ولا فصله ايه. وفعلا جبت اسم الراجل دوت، بس ساعتها كان العصر التاني. جبت اسم الراجل دوت وجبت عنوان الراجل دوت، لكن الغريب بقى كل ما اسال على اسم الراجل دوت في المنطقه بتاعه استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ما اسال طفل كبير راجل صغير راجل كبير عيل بنت اي حد اساله على الراجل دوت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لحد ما عرفت وفهمت ان الراجل دوت اعوذ بالله اعوذ بالله كان دجال، وكان بيعمل اعمال للناس، وكان سيرته وحشه جدا محدش كان بيحبه اصلا. وسالت الناس طب الراجل دوت مات ازاي، مات ازاي الدجال دوت؟ لقيتهم بيقولوا ليا في يوم هو بيعمل الشغل بتاعه جاب البخور، نسي البخور ونام، البخور ساعتها مسك في العفش بتاعه ولع، ولع في الشقة كلها، حتى الراجل الدجال دوت مات مخنوق في الشقة. عرفت ساعتها ان الراجل دوت ميت محروق وميت مخنوق في الشقة ديت. اتخطى بعض على طول وروحت البيت وانا في حيرة، لكن انا قررت ان ما انجحش الشغل دي تاني. وحكيت لأمي على كل حاجة. وعلى فكرة أول ما حكيت لأمي يعني ما قالت ليش أنت يا ابني بيتهيألك، أو أنت يا ابني يمكن أنت بس من الخوف حصل لك كل دوت. لأ أنا أول ما قلت لها صدقتني على طول، والله يبارك ليها كانت عمالة ترقيني وعمالة تقرأ قرآن عليا. لكن أول ما جيت وقت النوم أنا برضو بحلم بالراجل دوت، الراجل المفزع دوت، لأن دوت زي ما انتم عارفين ده بين كده قرين الدجال اللعين. انا قلت لامي ان انا بحلم بالراجل ده برضه، ما خبيتش عليها حاجه. ساعتها صليت
اصريت ان انا اقول للشيخ بتاع الجامعة على كل حاجة واحكي له على كل حاجة، وموافقت في القرار بتاعي دوت. ويوم ورا التاني ورا التالت واستمريت مع الشيخ دوت، وانا كنت بشوف القرين بتاع الدجال دوت او الدجال اللعين كنت بشوفه كل يوم. لكن الحمد لله بعدها بشهر بالظبط اختفى كل حاجة، حتى القرين اللي انا كنت بشوفه في الحلم اختفى هو كمان. لقيتها الشيخ وصاني ان احافظ على اذكار الصباح واذكار المساء وما اسيبش المصحف ابدا من ايدي، ووصاني كمان ان ما اسيبش فرض من فرض ربنا سبحانه وتعالى، وفعلا عملت كل دوت. اما بقى عن المشرحه فانا سبت المشرحه خالص زي ما انا قلت لكم، واشتغلت محاسب في محل كشري. نعم هو بسيط بس اهون مليون مره من المشرحه. وبكده يكون انتهت قصه حلقتنا النهارده، واتمنى طبعا القصه تكون عجبتكم، واتمنى كمان تعملوا لايك واشتراك للقناه بتاعتي، وان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده وحلقه اقوى مع قناه رعب معاد جديد. وشكرا والسلام عليكم.